اخوتي كيف تما؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير واحوال جيده. ما بغيت نعمل معاكم الحريره، دابا الحريره كلشي كيعرف يعدلها. المهم انا عندي هنا واحد طريفه الحيمه، وهنايا عندي مطيشه وبصله، وهذا الحمص، وهذا السمن، وهذا قزبر ومعدنوس، وهذا الكرافس كان عندي في النبيره في الثلج، يعني في الثلاجه مجمد كان عندي، وهذا زيت العود، وهذا الإبزار، وهذا قرفة، وهذا سكينجبير، وهذا الخرقوم، المليحة على حسب الذوق. دابا غنبدا معكم الطريقة كيفاش. دابا غادي نعمل هاد الكرافس، اسمحوا لي انا في يد واحد ما كنعرفش، دابا بوحديتي غير كنصور عيب واحد اليد. المهم هذه مطيشة، مطيشة وبصلة، هاو كنطحنو مع بعضيتهم. دابا كنزيد معاهم الما باش كيتطحن، وانا نرجع معاكم ان شاء الله. دابا عاد نعمل معاكم الحيمه، وغادي نعمل معاكم الحمص، وغادي نعمل السمن، وغادي نعمل معاكم سكينجبير، وغادي نعمل معاكم القرفه. غنعمل معاكم الابزار، زرع شويه ما كيعجبنيش نعمل، فهمتي انا صلاحتي المعده. وغنعمل معاكم الخرقوم، بحق نسيت ما صورتي معاكم الصرصه ديال الحوك. وغادي نعمل معاكم شويه ديال زيت العود، ان شاء الله ربي يحفظ لك. وغادي نعمل ملحه على حسب الذوق، بعد نعمل معكم حتى الاخر عاد نعمل ديك الصلصه ديال الحوك ان شاء الله. ديك الساعه نكمل معكم حتى الاخر ان شاء الله. دابا عاد نعمل عاد نصفيها هذه الطماطيشه مطيشة وبصلة، وديك كرافس وقزبر بمعدنوس وبصلة، ها بعطيتهم ان شاء الله يا رب الحبيب. وغادي نصفيهم باش ديك الخيوط ديال الكرافس ما كيبقاوش في الحريرة. وغاتبعوا معايا ان شاء الله. رجعت معاكم، عملت الزعفران الحرة وفينوا نسيتو. المهم انا مرقتها، كبيت هاد الخليط، هذاك اللي طحنتو عملتو هنايا. دابا انا غنخليها طيب، ومن بعد نرجع معاكم دورة ونعدل الحوك، ديك الصلصة ديال الحوك الشعرية ان شاء الله ربي. عملت واحد جوج مغارف من هادو، هادي ماشي كبيرة، جوج منهم شي، المهم جوج مغارف كبار معمرة. وغادي نعملو مع واحد الصرصة، هيدا الصرصة باش ما تجيش عاوتاني حامرة بزاف ولا حامضة. دابا غادي نعملو لها شوية د الما، هنا الما غادي نعمل لها ديك الما ملي خويت هادي في الطنجرة، قطع ديك الماء على طريق الحريرة. ودابا انا عاد نطحنها ونرجع معاكم. دابا ها هو فين هو طحنت هاد الطحين والصرصة، وغادي نكبوه هنايا بالحق ساعة نرجع معاكم، حيت دابا ما نقدرش انا شبرة التليفون، وعاد كيخصني دابا هذا كيخصك تكبوه وكتحرك. نعملو في الطنجرة ونرجع معاكم. دابا نرجع معاكم، انا نعمل شوية د الربيع، انا كيعجبني الربيع في
الاخر كنعمل لها الربع. هاتي الحنين البوطه تبيع بحال هي عتصفط. جات واحد الريحه فيها ديال السمن غزاله، جات غزاله. دابا غادي نعدل لها الشعريه. انا كنخصلها الشعريه، ديما كنخصلها الشعريه، ما كيعجبنيش نخليها بلا خصل. هذاك الربع كيبان، ما عرف واش الضو كيبان لكم. المهم ها هو داك الربع، ديك الشعرية هي خليها تا على خطرة تطيب معاها ديك الشعرية وديك كنتمنى يا ربي حبا تعجبكم هاد الحريرة. يعني دابا كلشي كيعرف يعد الحريرة. المهم نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، عملوا لي بارطاج وجيمو وفعلوا لي الجرس يوصلكم الجديد وشي تعليقات مزيونين بحالكم. كنتمنى لكم الخير والسعادة يا ربي. يا الحريرة طابت مزيونة، جات غزالة، جات هي الحريرة، جات حمرا، هي حمرا عي كتبان دابا. المهم قبلوا عليا وصافي. المهم الحريرة جات مزيونة، وعملوا لي لايك بارطاجيو لي وعملوا جيم وفعلوا الجرس يوصلكم الجديد في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.